بعد انفصالها عن مدير أعمالها حسام حبيب، احنا في مرحلة ما ينفعش شغل شيرين يديره فرد، والجمهور لا يا راجل، والأخ بيشتغل ايه؟ بعد نجاح حفلة شيرين عبد الوهاب بجدة في السعودية، فاجئنا مدير أعمالها إيهاب صالح بتغريدة على تويتر كتب فيها إن تم فسخ العقد بينه وبين شيرين والابتعاد عن إدارة أعمالها، وإن ده أفضل لمصلحة الطرفين، وقال أكيد إن لينا أسبابنا وقررنا نحط صداقتنا والعشرة اللي بينا على جنب قبل أي حاجة، وإنه هيفضل داعم دايما ليها، ولو احتاجته في أي وقت مش هيتأخر عنها. الجمهور مسكتش على الخبر ده، في اللي علق وقال أسبابك اللي مش عايز تعلنها إحنا عارفينها، ما هو مش كل شوية هتروح تاخد إذن بعيون زرقاء عشان شغلها يمشي وتستنى موافقته أو رفضه، أنت مدير أعمال كبير واللي بيحصل ده ما يصحش. وفي اللي قال مفيش فايدة فيك يا شيرين، خسارة كبيرة. وفي لقاء بحسام حبيب بين كواليس حفلة شيرين، اتسأل عن أسباب الانفصال الفني بينها وبين مدير أعمالها إيهاب صالح، فكان تعليقه إحنا دلوقتي في مرحلة شيرين حجم شغلها بقى كبير، ما ينفعش فرد واحد يديره، فإحنا دلوقتي بنعمل مؤسسة عبارة عن تيم وورك كبير، وبعدين يبقى في تيم ليدر هو اللي بيدير ده كله، بس إحنا لسه ما وصلنا لهوش، علشان بجد نبقى تيم كويس هيفرق قوي في شغل شيرين. والجمهور خد باله من الكلام، وجت تعليقات كتير على إنه لسه بيدور على التيم. أمال فسخت العقد مع إيهاب صالح ليه حسام؟ هترجع تستفرد بيها تاني وتضحك عليها؟ فرد واحد من جمهور شيرين وقال لا يا راجل، فعلا ما ينفعش فرد واحد يدير شغلها، طيب ممكن الأخ يقول لنا هو بيشتغل إيه؟ وتغريدة تانية من معجبات شيرين بالخليج، عارفة يا شيرين لو رجعت تعيطي منه تاني هنزلك مصر بنفسي أطلقك منه. الغريب إن بعدها بيوم بالظبط أعلن إيهاب صالح إنه مسك إدارة أعمال النجمة كارمن سليمان، وكتب تغريدة قال فيها كارمن حد موهوب فوق الطبيعي، شخصية في منتهى الجمال والرقي، ومن وجهة نظري هي المستقبل علشان عندها كل الإمكانيات، وهي عارفة كويس إني فان كبير ليها من قبل ما اشتغل معها. فعلا كارمن إن شاء الله الميجا ستار الجاية، وبقوا افتكروا كلامي كويس. وردت عليه كارمن سليمان وقالت يا بوب أنا اللي مبسوطة جدا جدا، وإن شاء الله نكسر الدنيا مع بعض، وشكرا لكل الناس اللي كانت السبب في إن ده يحصل. وعملت منشن لجوزها الملحن مصطفى جاد والصحفي الفني محمد عاشور، وتفاعل الجمهور مع الخبر وباركوا التعاون ما بينهم، وشافوا إن التعاون ده هيعيد ترتيب كارمن سليمان من تاني في الصفوف الأولى بمطربات الوطن العربي. ويا ترى انت رأيك ايه في اللي حصل؟ لسه شايف ان حسام حبيب توكسيك، ولا بجد بيحب شيرين لكن حواليها ناس بتستغله وهو واقف في طريقهم؟